الجزء الثالث الترجمة والإنشاء 第三部分主观题试卷يتكون هذا الجزء من ثلاثة أقسام الوقت 60 دقيقة 该部分共分三块用时60分钟请在答题纸上作答 الترجمة من العربية إلى الصينية 阿易汉إن قال ما يلي من العبارات إلى الصينية 将下列短语翻译成中文 زيادة من نائع 提高免疫力 صادرات الصين الرئيسية 中国主要出口 أشخاص ذوي شأن 有地位的人 هاتف ذكي بتكلفة منخفضة 低成本智能手机إن قال الجمل التالية إلى الصينية 将下列句子翻译成中文 توفر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المزايا للتجارة الإلكترونية منها زيادة نسبة مبيعات وخفض تكاليف دعاية وتطوير التواصل مع الزبائن 社交网站为电子商务提供了许多优势，包括增加销售、降低广告成本以及发展与客户的沟通。علمتني الحياة أن كوني كصحفة في طريق صحيح خير من أن أكون غزالا في طريق الخطأ كما علمتني الحياة أن السير على خط الآخرين我一段的 worked 生活告诉我我像乌龟在正确的道路上要好于像鹿在错误的道路上生活告诉我追随别人的脚步是浪费时间 إن قال الفكرة التالية إلى الصينية 将下列段落翻译成汉语يعتبر موسم امتحان القبول للجامعات في السودان طويلا ويستمر لقرابة 25 يوما 苏丹大学入学考试漫长将持续25天左右 ويخضع الطلاب للاحتبار في 7 مواد إلزامية وثلاثة مقررات احتيارية学生参加七门必修课和三门选修课。ويمكنهم تقديم طلب الالتحاق بالجامعات بعد احتياج هذه الاختبارات 通过这些测试后他们可以提交大学入学申请。وعلى الرغم من أن معدل القبول للجامعات في السودان عالي نسبيا虽然苏丹大学的录取率比较高我也是了那和我萨巴斯蒂呢菲勒米亚达到 67% 左右拉肯阿拉哈杜拉阿德纳利勒古布鲁比勒库利亚提勒金麦特菲巴杜加米亚提莫特特菲尔吉丹但部分大学顶尖院系的最低录取门槛很高مثلا بلغ الحد الأدنى لقبول بكلية الطب بجامعة خرطوم 644 من 700 درجة هذا العام 例如今年卡土木大学医学院的最低录取达到了644分满分700分的程度 الترجمة من الصينية إلى العربية 汉译啊إن قال العبارات التالية إلى العربية 将下列短语翻译成阿拉伯语网络教育 التعليم عبر الإنترنت 依靠自己解决问题 حل المشاكل بنفسه 知识广博的学生 طالب واسع المعرفة 第一届中国国际进口博览会معرض الصين الدولي الأول للاستيراد والتصدير
إن قال الجمع التالي إلى العربية جان شالي جوز فايتان عربي إن قال الجمع التالي إلى العربية جان شالي جوز فايتان عربي 中国人视察以茶来表达敬意以茶来交流情感以茶来体会生命与自然的关系。إن الصينيين مدمنون على الشاي وبالشاي تعبير عن احترامهم وبه توصيل المشاعر وبه تجربة العلاقة بين الحياة والطبيعة科学家们对于梦的本质观点不一，有些人认为梦不过是想象和空想，与现实没有关联，而其他人认为梦反映了人的欲望、痛苦、希望和回忆。يختلف العلماء في طبيعة الأحلام، فبعضهم يعتقد أن الأحلام ليست أكثر من التصور والخيال.لا علاقة لها بالواقع بينما يعتقد البعض الآخر أن الأحلام تعكس رغبات الإنسان وآلامه وأعماله وذكرياته انقل الفكرة التالية إلى العربية 将以下段落翻译成阿拉伯语阿拉伯国家地处“一带一路”交汇地点，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。让我们发挥丝路精神，一步一个脚印儿朝着目标前进，为实现中阿两大民族伟大复兴、推动建设中阿利益和命运共同体而不懈努力。他跟阿多路的阿拉伯。على تقاطع الحزام والطريق وهي شركاء طبيعيون في البناء المشترك للحزام والطريق دعونا نمضي قدما في روح طريق الحريق ونتقدم خطوة بخطوة نحو الهدف ونبذل جهودا حثيثة لتحقيق تجديد الكبير لشعبتين الصيني ودول العربية العظمين ولتعزيز بناء مجتمع الصالح وتشارك المستقبل بين الصيني ودول العربية الإنشاء 作文央论文请以大学学生会的名义用阿拉伯文写一则迎接国庆舞会通知舞会时间为2021年9月26日周日晚7点半到10点地点为学校大礼堂请参加活动的同学提前15分钟入场雅亮托阿里诺伊蒂哈多多拉布加米亚安纳胡塞يقوم حفلة رقصة لترحيب بعيد الوطني وذلك من الساعة 7:30 إلى 10:00 مساء يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2021 في قاعة الجامعة يرجي من الطلاب المشاركين في النشاط دخولا قبل 15 دقيقة اتحاد طلاب الجامعة作文 اكتب في احد الموضوعين التاليين انشاء لا يقل عن 100 كلمة عربية 以下两个主题之一写作文不少于100个阿拉伯语单词 واحد رسالة الى طلاب الجدد في اللغة العربية 给阿拉伯语新生写封信 اثنين رسالة إلى نفسي في المستقبل 给未来的自己写封信 اليوم إلى هنا مع السلام 今天就到这里再见